محرز توفي وله ثلاث بنات ولم يقسم بينهن الميراث وحينئذ كان لهن ابن ابن عم ويقول إن له في تركة المتوفى فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا. نعم البنات الثلثين قوله تعالى فإن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والباقي يكون للعاص فإذا لم يكن هناك عاص أقرب من المذكور فهو ابن العم فإنه يكون لابن العم وإن كان هناك عاص أقرب منه فالأخ الشقيق أو الأخ الأب أو العم الشقيق أو العم الأب فإنه يكون للعاص الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها أما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم جزاكم الله خيرا. يذكر في نهاية رسالة الشيخ صالح أن لهن أم ما زالت على قيد الحياة. الأم لها السدس. ما شاء الله. الأم لها السدس والبنتين الثلثان والباقي لأقرب عاصب كما ذكرنا. أم البنات لها السدس الشيخ صالح أو تقصد أم المتوفى؟ أم المتوفى. أم المتوفى. وإذا كانت أم البنات؟ أم البنات إذا كانت زوجة للميت عند وفاته لم يطلقها إذا توفي وهي في عصمته فلها تقصد. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.